ما تم اليوم هي محاولة، ومحاولة جادة وصادقة للإجابة على تلك المشكلات المعلقة منذ فجر الاستقلال. بذلنا مجهود جبار وصادق وأمين لا تجاه القوى التي كانت تجلس معنا، ولكن كذلك تجاه أهل شرق السودان. حاولنا أن نغير المنهج السياسي الذي خاطب هذه القضايا من منهج يخاطب القضايا بتاعت الناس اختزالا في مجموعات سياسية، إلى منهج تقدم القوة السياسية مطالب الناس لأهل الناس أنفسهم. تغيير هذا المنهج ليس بالأمر السهل، لأنه ده كان لوقت طويل هو المنهج السائد في تعاطي العمل السياسي والإجابة على هذه التساؤلات. ولكن ثورة ديسمبر أوجدت طرق مختلفة لمعالجة نفس الأزمات. أنا أقول في هذه الرسالة كل حرف وكل كلمة وكل اتفاق وجزئية من هذا الاتفاق وقعت كمكسب لأهل شرق السودان مع تنوعهم الاجتماعي والسياسي من شلاتين إلى الخيال في كل جزئية من جزئيات اتفاق شرق السودان، فهو ملك لأهل شرق السودان بمكتسباته وليس ملكا لأي تنظيم سياسي مطلقاً.